فتحت البوابات على بركة الله لرابع أشواط الحفل الرابع، تندفع مهور السنتين بشكل ممتاز. هنا نشاهد هذه الانطلاقة السريعة، الفهراني على ما يبدو إبن ريكونتو يحاول الانطلاق بكل قوة، فيما نشاهد أيضا المحاولات للاندفاع 19 راس تتنافس بشكل ممتاز. هنا نشاهد 14 سهم البطيني بن باتريوت أكت بشعر مالك العبد المنعم مع عبد العزيز اللي يعيش إلى المركز الأول، فيما نشاهد المحاولات هنا تأتي بكل قوة في ثاني المراكز من الفهراني، وكذلك اسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي عبر يا منصور ابن ووردلي ولوم أوبرا وينج هنا ضلع الحجاز إلى ثالث المراكز. المحاولات للتحرك في هذه الأثناء كذلك من الداخل من قبل تاج الفهد على ما يبدو، وهنا الوارف ابن بالاس بشعار نايف المطيري مع لوكانيو بكبيرة، ابن بالاس يندفع في هذه اللحظات إلى المركز الأول، ضلع الحجاز إلى المركز الثاني، والدفع من الاحتياطي الذي تمكن من المشاركة تاج الفهد يأتي في ثالث المراكز. فيما نشاهد المحاولات أيضا للانطلاق من يا منصور الذي ينطلق بكل قوة، ولا زال الوارف يقود السباق بكل قوة. يا منصور يحاول الدخول بكل قوة، يا منصور ينقض من الخارج والوارف يحاول، ويا منصور ابن ووردلي والأم أوبرا وينت يوسع الفارق يبتعد. إذن يا منصور في أول مشاركة بطلا لرابع الأشواط، ألف مبروك يا منصور ابن ووردلي والأم أوبرا وينت. الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، تدريبات العبد العزيز الموسى والقيادة العبد العزيز الموسى.